قناة طيور تي في، قناة المربي بامتياز. نزور الضيعات والمزارع، نجري لقاءات، ننجز ربورتاجات، نقدم دروس في التربية، ويسعدنا انضمامكم إلى أسرتنا. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا لحلقة اليوم هو في غاية من الأهمية، إذ سنتكلم عن أهم الخطوات التي من شأنها إنجاح مشروع تربية الدجاج البياض. فالدجاج البياض يجب أن نشير إلى أنه لا بديل عن التنظيف والتطهير الجيد لحظائر الدواجن قبل البدء في تربية ورعاية القطيع أيا كان نوعه أو الغرض من إنتاجه، حيث تشمل عمليات التنظيف والتطهير كافة الأشياء التي يمكن أن يتعرض لها الطائر أو البيض سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. عمليات التطهير ليست بديلا عن إجراء التنظيف، بل تزداد كفاءة التطهير على الأماكن التي تم بالفعل تنظيفها أولا. لذا فإنه عند الإعداد لاستقبال الدفع الجديدة من الطيور في مسكن تمت التربية فيه مرة سابقة، فإنه من الضروري اتباع مجموعة من الخطوات: التخلص من الأتربة والغبار والقذارة وقشور الزرق والفرشة وبقايا الأغذية وأي مخلفات من الدفع السابقة، تنظيف المبنى أي السقف والجدران والأرضية وجميع الفتحات وكافة المعدات من معالف ومساقي ومراوح وأي وسائل تبريد أو تدفئة، كما يراعى تنظيف جدران المبنى من الخارج وحول المبنى بمحيط لا يقل عن 20 متر، تطهير المبنى وكافة المعدات بمحلول التطهير المناسب واستخدامه طبقا لتعليمات الشركة المنتجة، كما يجب أثناء التطهير أن تكون جميع الأسطح المراد تطهيرها جافة، وأن يتم غلق المبنى عقب التطهير لمدة يومين ثم فتحه لتهويته قبل وصول الطيور بيوم واحد. يمكن حماية قطيع الطيور البياض أي الدجاج البياض من العديد من الأمراض الخطيرة والتي كثيرا ما تصيب الطيور، وذلك من خلال تحصين الطيور الصغيرة في مرحلة النمو والرعاية، علاوة على الإدارة الجيدة للقطيع خلال مرحلتي النمو والإنتاج. لعل من أشهر الأمراض التي تصيب القطعان البياضة والتي يتوفر لها التحصينات الوقائية مرض الماريك ونيوكاسل والالتهاب الشعبي المعدي والجديري والارتعاش الوبائي والتهاب الحنجرة والقصبة الهوائية المعدي. ويراعى عند تربية الدجاج البياض إعطاء تحصينات وقائية إضافية لكل من النيوكاسل والالتهاب الشعبي المعدي كل 3 أشهر أو أقل من ذلك حسب مدى وبائية منطقة المشروع. إن التخطيط الجيد والمبكر لبرنامج التحصين الذي سوف يتم استخدامه من العوامل الهامة والتي تؤدي إلى نجاح عملية التحصين ورفع كفاءة الطيور المناعية على مقاومة العدوى، حيث يجب أن يؤخذ في الاعتبار الفترة اللازمة لتكوين الأجسام المناعية. يؤخذ برنامج التحصين في اعتباره أيضا تاريخ العدوى المرضية بالمزرعة ووبائية المنطقة التي تقع بها الحظيرة، كما يجب التأكيد على أن عملية التحصين يجب إجراؤها فقط على الطيور السليمة الخالية من أي إصابة. من المهم أيضا التأكد من مصدر اللقاحات المستخدمة في تحصين الطيور، حيث يجب أن يكون مصدرا جيدا يحفظ لقاحاته تحت درجة حرارة منخفضة كي تبقى صالحة للاستخدام، كما يجب مراعاة نقلها في أوعية مبردة من أماكن بيعها حتى الحظائر أو حفظها في ثلاجات الحفظ حتى استخدامها في تحصين الطيور. كثيرا من المربين ما يشكون من حدوث عدوى لطيورهم رغم إجراء عملية التحصين وفقا لبرنامج التحصين الموضوع، ويتم إغفال هل عملية التخزين ونقل اللقاح تمت بشكل صحيح أم لا، حيث غالبا ما يكون هذا اللقاح الذي تمت عملية التحصين به قد تلف نتيجة لسوء عملية التخزين والنقل.
يوجد العديد من أنواع الطفيليات الداخلية والخارجية التي تهاجم الدواجن، ويجب عندئذ استخدام البرنامج الوقائي والعلاج الأسرع والأرخص والأمثل، والذي يعمل على زيادة معدلة الإنتاج وتقليل عدد الطيور المصابة إلى أقل الحدود، دون إعطاء المزيد من الغذاء أو استخدام المزيد من العمالة لمكافحته. يجب دائما اختيار الطيور للتأكد من وجود الديدان، حيث أن الديدان لا تمثل إشكالية عند تربية الطيور على أرضية السدائب أو السلك، ويمثل كل من القمل والفاش الطفيليات الخارجية الأكثر شيوعا من في الدجاج البياض، حيث عندما تغزو كمية كبيرة من الطفيليات الخارجية الطيور فإن ذلك يسبب إصابتها بحالة من القلق وعدم الراحة والعصبية وفقدان النمو وانخفاض معدلة الإنتاج البيض بنسبة تصل إلى 25% أو أكثر. وتعتبر عملية مقاومة القمل أو الفاش من العملية السهلة عند استخدام المبيد الحشري المناسب. هنا لا يجب أن نغفل مسألة التغذية، فالتغذية تلعب دورا هاما في صحة وسلامة الطيور، حيث تعمل على زيادة المقدرة المناعية للطيور ومقاومة الإصابة بالأمراض، حيث يتم توفير الاحتياجات الغذائية الطبيعية للطيور السالمة عن طريق إمدادها بالكميات الكافية من العلف الطازج، مع تيسير وصول الطيور إليها بتوفير القدر الملائم من المعالف بالحاضرة، علاوة على احتواء هذا العلف على الكميات الكافية من العناصر الغذائية الضرورية لحفظ حياة وإنتاجية الطائر. ليس من الضروري إعطاء الطيور فاتحة الشهية أو منبهات النمو، حيث يتم إعطاء تلك الإضافات فقط في حالة خاصة لبعض أنواع الدواجن الأخرى. حلقتنا انتهت، نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم الإفادة المرجوة. شكرا على حسن تتبعكم وإخلاصكم لقناتنا، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.